اهلا بحضراتكم. وهو واحد ايضا من الحالمين لبكره معانا في كره القدم المصريه اللي دايما بيدور لها على افراح وانجازات. بس الحقيقه ضيفي يعني تتناسب معاه جدا الاغنيه الشعبيه الجميله بتاعت محمد عدويه، حبه فوق وحبه تحت. يعمل انجاز، يعمل انتصار، يبقى هو ما حصلش صانع البهجه وصانع الفرح واحسن واحد، واوعوا تفرطوا فيه وهو الكل في الكل، وتحصل اخفاق او يحصل مشكله يبقى هو سبب كل الكوارث، سبب كل المصايب. وابحثوا عن زاهر، الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. كل سنه وانت طيب. انت طيب، ربنا منورني. الله يخليك يا تامر. انت حاسس فعلا ان ده بيحصل في الاعلام الرياضي معاك؟ اكيد، حبه فوق وحبه تحت. انا مجربه من زمان، يعني من انا كنت رئيس كوره، رئيس اتحاد كوره 98 مظبوط، وقت بوركينا فاسو. وبعديها طبعا انت عارف خرجنا ازاي، كاس القارات، وبعدين رجعنا ازاي ومشينا برضو. يعني انا مشيت 3 مرات برضو باحداث كرويه ونتائج كره قدم. بس انت عامل زي في بعض الشخصيات كده اللي هي عارف فؤاد المهندس، اكس لا يمكن يموت، يعني يمشي ويرجع. عارف الفيلم ده، اكس لا يموت ابدا. لا الحمد لله، يعني عشان الواحد فعلا بيخلص في العمل اللي بيقوم بيه الحقيقه، عشان كده ربنا بيكافئ الواحد. لكن خلاص حصلت لك مناعه بقى، يعني تسمع النقد ده فبتقرا عادي، ما بيأثرش فيك زي زمان. خالص، لا خالص خالص. يعني الحقيقه لا، يعني الامانه فعلا مناعه، يعني بقرا كل الجرايد، بيجي لي ملخص كل يوم اقراه. بس ما كنت بالاول بزمان بتضايق وبتنرفز ولازم نرد ولازم نتخانق، وانما خلاص دلوقتي خلاص الحقيقه. بس خلينا مع يعني قناعتي باللي حضرتك بتقوله، لكن خلينا كمان نتفق ان اي حد بيشتغل في العمل العام، وانت بتشتغل في عمل عام، انت شخصيه عامه ومتطوع لخدمه منظومه واحده من اهم المجالات في مصر كلها اللي هي بتفرح الشعب المصري كرة القدم، لازم اولا اتقبل النقد. أكيد. ولازم ابقى عارف ان انا بشر، مش كل حاجه بعملها صح. أكيد. لازم بأخطئ، كلنا بنخطئ، ده كلام 100%. وعشان كده انا بقول انا بقرا كل حاجه، واكيد قد ما بقول ان انا برضو ببقى عامل حساب، انما لازم في حاجات الواحد بيعملها حسبه. يعني في احداث من الكلام اللي قدامي كده اكيد ان انا ببص له وبراجعه، وبس انا اقبل اي حاجه غير انك تجرح، يعني نقد. لكن ما عندكش مشكله انت تعترف بخطا وتصلح؟ اكيد اكيد، وبعترف واطلع اقول ان احنا اخطانا، ما عنديش مشكله ما عنديش مشكله خالص، زي ما حصل في وقت ازمه الجزائر. اكيد. تمام، خلينا ابدا مع حضرتك ملف الاحداث الساخنه المهمه دلوقتي على الساحه الكرويه. بس خليني ابدا بالاهم اللي في بعض الناس بتسال عنه. حضرتك عرفت ان في مجموعه من الرياضيين سواء لعيبه كوره او شخصيات رياضيه مترشحه للبرلمان، انتخابات 2010 في البرلمان. هل اتحاد الكوره له دور؟ لان في ناس بتقول لك اتحاد الكوره مساند وداعم رئيسي ليهم، او اتحاد الكوره مش دعوه، دول شخصيات مستقله او تبع احزاب يتصرفوا مع نفسهم في الانتخابات. هو اكيد ان احنا نتمنى لهم التوفيق، ده نمرة واحد، يعني لازم نؤكد ان احنا نتمنى التوفيق والمساندة. انا شخصيا انا راجل عضو مجلس الشورى دلوقتي، تمام، وفي انتخاباتي قبل كده في مجلس الشعب الناس بتوع اتحاد الكوره جم وقفوا معايا، مش وقفوا معايا يعني جم يوم وقضوا معايا وقضينا غدا مع بعض، اللي هي المساندة المعنوية بس، مش اكتر من كده. وانتوا كاتحاد كرة بتعملوا ده دلوقتي؟ بنعمل ده فعلا، يعني هنعمله. ما كانش لسه مسموح من صحيح من اسبوع بثلاث اربع ايام، لكن وقت الدعاية الحقيقية ممكن تروح وتساندوا الرياضيين. لان بيني وبين حضرتك هو نوع من انواع المكاسب ان يكون هناك مجموعة من الرياضيين في مراكز صنع القرار، ومجلس الشعب ده مهم جدا، هو المشرع والمراقب. فلما يبقى ناس عندهم بعد كروي ومهتمين بالشؤون الكروية، ده يفيد المنظومة، ومش كروية بس، وبرضه الرياضة عموما، يعني الرياضة عموما، لأنه هيبقى عضو مجلس الشعب في لجنة مثلا، لجنة شباب. صحيح، لجنة شباب ما بتتكلمش في كرة بس، بتتكلم مزبوط في كل حاجة. لا أنا بتكلم عما يخصك. يخصنا الكورة. طبعا أتمنى أن يبقى في أعضاء مجلس الشعب في لجنة الشباب، لأن سبق أن أنا كنت في عضو لجنة الشباب وأنا في مجلس الشعب، وكان لنا فعلا دور كبير جدا يعني. مظبوط. طيب. الحقيقة ملفاتك بقى ما حصلتش، نبدأ ب واحدة واحدة. طيب واحدة واحدة. نبدأ فيما يخصنا إحنا. التلفزيون. الهموم المشتركه يعني. في قضيتين، قضيه الديون اللي على اتحاد الاذاعه والتلفزيون لاتحاد الكوره، وانا قصد اقول اتحاد الكوره مش الانديه، لان في بعض الانديه بتطالب التلفزيون، هو التلفزيون ما بيسددش الانديه. التلفزيون بيسدد لحضرتك كاتحاد كوره، وحضرتك بتسدد للانديه، كل حسب مستحقاته. ده كلام مظبوط؟ الاكيد، بس في توضيح برضه لازم اوضحه. ان احنا في البدايه عملنا، جبنا 16 نادي بتوع الدوري الممتاز، وعملنا اجتماع، واختاروا من ال 16 نادي 7، والسبعه دول هم ممثلين
للجنة السباعية اللي هم بنتكلم عليها دلوقتي. مظبوط. بيبقى فيهم رئيس اتحاد الكرة اللي هو رئيس اللجنة السباعية اللي هم دول بينوبوا عن 16 نادي. كويس. هم دول اللي بتكلموا باسم 16 نادي في جميع المشاكل التي تخص البث الفضائي. تمام. لا انا حبيت احدد ده لان طلع في الجرائد من يومين ثلاثة ان في مشكلة ما بين اتحاد الاذاعة والتلفزيون والنادي الاهلي، فما فيش صلة. هو نادي الاهلي له مستحقات عند اتحاد الكرة، واتحاد الكرة له مستحقات عند اتحاد الاذاعة والتلفزيون. ما هو اتحاد الكرة ده اتحاد الكرة هو الممثل، او احنا لما بنحصد على المبالغ من التلفزيون بتودع في حساب اتحاد الكرة واحنا بنتحاسب مع الاندية. ده كلام مظبوط. استلمت 13 او 15 مليون. 15 اخيرا مليون. اخيرا وتم توزيعه. وتم توزيعه. فاضل لسه متبقي 13. تمام. هل انا اعلم ان العلاقه ما بين اتحاد الكرة ووزاره الاعلام واتحاد الاذاعه والتلفزيون في احسن حالتها؟ اكيد. وفي ود واحترام متبادل ومفيش اي خصومه وعداء. اكيد. ليه بتتحول الكلام ده لما بيتنشر صحفيا الى يعني زي بيقولوا كده تلاسن، ان اتحاد الكرة بيقول كذا واتحاد الاذاعه والتلفزيون بيقول كذا، وفي خناقه وفي مشاكل، وسمير زاهر رايح بكره في جلسه صلح مع اسامه الشيخ، واسامه الشيخ تحس ان في معركه. عمرنا او عمري انا أي. ما تبنيت قضيه ان انا رايح لمصالحه او رايح اخد فلوس او رايح اقابل، كل ده خارج نطاق العلاقه اللي بيني وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون وبيني وبين سياده الوزير. ولكن اللي بيني وبينهم اللي هو احنا بنبص لاحسن سعر. تمام. احسن عائد لمبارياتنا، وهم طبعا من ناحيتهم بيبصوا لاقل سعر كمنتج بالنسبه لهم. النهارده عندهم التزامات كتيره جدا، المنطق ان كل واحد بيشوف مصلحته. بالظبط كده. انما انا ما عنديش اي مشكله على الاطلاق، بالعكس انا بلجأ ساعات لسياده الوزير وبابه مفتوح في اي وقت ليا، والحقيقه حلوله كثيره جدا في المراحل الكتيره اللي انا لجأت له فيها. اما بالنسبه للمهندس اسامه الشيخ فطبعا هو ده العلاقه المباشره اللي بيننا وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون. أيه. والحقيقه يمكن اخر لقاء بيني وبينه كان اول امبارح. مظبوط. كنا مختلفين على سعر مباراه استراليا. احنا جايين على استراليا. لكن فيما يتعلق بالديون لا تم دفع جزء منها، والباقي قيد الدفع والجدوله ومفيش مشكله. خلال 10 ايام ان شاء الله. في خلال 10 ايام ان شاء الله. طيب استراليا دي فيها لغط كتير. اولا قبل ما اخش على حته التلفزيون، جاوب على السؤال اللي ثاره معظم الاعلاميين الرياضيين في الفتره الاخيره. مصر بطل افريقيا لما يلاعب فرقه استراليا وبطلب من فرقه استراليا، احنا اللي ندفع؟ انا مش ايه المشكله، انا مش عارف في جدل اثير حول هذا الموضوع. انت عارف العقد ده معمول بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي 5 شهور. كويس. وموقع ودخل مجلس الاداره ومفيش مشكله خالص، واحنا عندنا العوائد ما هي ليها حسبه يا تامر. انا ليها حسبه، اما انا ادفع 65000 دولار، انا اما اجيب ال 65000 دولار العائد بتاع اتحاد الكره مليون جنيه او مليون و200000 جنيه، هي دي الحسبه، مش ان انا ادفع كام. طب ما انا رايح العب. لا هو بيتكلموا على فكره المبدا. يعني الحسبه والجدول الاقتصادي، ان انا هدفع جنيه فيجي لي 10، تمام ده اقتصاديا. لكن احنا بنتكلم ادبيا ومعنويا. يعني انا مثلا بطل العالم في الملاكمه، والكابتن سمير مش لسه يعني ملاكم معروف. وعايز يقول لك انا عايز العب تامر امين عشان ده جامد قوي وده بطل افريقيا وده بطل. الطبيعي بقى ان ما ندفعش، اقول لك حاضر عينيا الاثنين انا عايز العبك، يا اما طب وريني فلوسك يا كابتن سمير. أيوة. لكن كمان تقول لي انت وريني فلوسك يا تامر. لا هو برضه عايز اقول حاجه، ما هي استراليا برضه من الفرق التي وصلت الى كاس العالم واشتركت في كاس العالم. انا قصدي ان هم بناء على طلبهم. واحنا الحمد لله حتى اللحظه احنا بنتكلم فيها دي احنا ابطال افريقيا حتى بعد فبراير 2010. احنا ابطال افريقيا. بالظبط. فهم عايزين يلعبوا ابطال افريقيا، وهم اللي طالبين حتى رياضيا كده معروف، علشان لما يلعبوا في دوره الالعاب الاسيويه احنا الكره العربيه زي فرق العربيه في اسيا اللي هيلعبوها. فهم يستفيدوا من مدرستنا وخبرتنا واحتكاك مهم ليهم، فكل الاستفادات بناء عليه على طلبهم هم. ندفع ليه؟ انا مش يعني انت شايف ان هي ما فيهاش مشكله؟ انا شايف انها مشكله، لان احنا العوائد بالنسبه للمباراه هو ده الحصيله، هي دي اللي نتحاسب فيها في النهايه. يعني النهارده ال 65000 دولار احنا وزعنا الاعلانات وبث التلفزيوني والارضي، والعوائد دي كلها بتشكل كم؟ هو ده اللي دي الحسبه اللي التسويق، هو ده اللي في النهايه لازم نحسبه. ما هو بيقولوا لو كنا وفرنا كمان ال 65000 دولار كانت تبقى الحسبه احلى. لا يعني انا شايف انا شايف ان احنا يمكن شطرنا قوي في الفترة الأخيرة، لأن المداخيل بتاعت التلفزيون والبث الفضائي أصبحت الحمد لله يعني لها حزبة كبيرة قوي مع اتحاد الكورة ومع الأندية. طيب مختلفين ليه مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون على إذاعة مباراة مصر واستراليا؟ لا هي أنا هي برضه ما هي شطارة. يعني هي مش شطارة، هو احنا في اتفاق. كويس. كان تم إن احنا المباريات الدولية
لها سعر، والسعر ده 320 ألف جنيه، ده سعره سعر المباراة. وبعدين الاتفاق ده، أنا آسف، المباريات الدولية الرسمية والودية، لا الرسمية، طب ما دي مش رسمية، لا الدولية سوري، الدولية ده دولي، مباراة دولية في الأجندة الدولية، في الأجندة الدولية، ومش بس كده ومحسوبة وتقدر تتحسب لك كمان في التصنيف بتاعك. تمام، لكن أنا قصدي إنها مش رسمية، لا مش مباراة تصفيات ولا بطولة قارية ولا بطولة عالمية، مش رسمية، مش رسمية بس دولية. أنا بس الدولية تمنها 320 ألف جنيه موجود. واحنا وعلى فكره علاقتنا في هذا السعر من زمان، وما وتعدل مره واثنين. طيب هو التلفزيون بيقول لك اولا هي مباراه وديه مش دوليه مش رسميه، ده نمره واحد. نمره اثنين جايه في العيد اللي هو اساسا الناس ما بتبقاش مهمومه قوي بالكوره اكتر من الافلام والمنوعات، عارف التلفزيون بيبقى خريطته دسمه جدا في العيد. فقال لك كمان هترهق ميزانيتي ب 320 الف جنيه غير بقى ما خافيه لسه من النفقات. معلش انا انت عارف الدم بيحن نسلي بالظبط، انا هرد المبنى فالفكره بيقول لك نراعي بعض بقى فيها. لا هو نراعي سعر ولا نراعي بعض ان انا ما ازعش؟ لا ما هو اكيد انت يهمك ان التلفزيون يذيع، اكيد والتلفزيون يهمه انه يذيع، لان في النهايه دي خدمه بيقدمها لكل الشعب المصري سواء ارضي او فضائي. غير انها خدمه يا تامر، هقول لك بصراحه برضو، احنا منتخب مصر النهارده في الوضع اللي هو فيه يحتاج ان الشعب المصري يطمن على هذا المنتخب اللي هو المفروض انه عنده مباراتين بتحديد مصير. مزبوط. جنوب افريقيا هناك وجنوب افريقيا في مصر. صحيح. فانا شايف، وكمان في نفس اليوم في مباراه للمنتخب الاولمبي مع مولدوفيا في 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 الساعه 4 الرابعه يوم الاربعاء، يعني مباراتين مش مباراه واحده. كويس. والمباراتين دول الناس ما شافتش المنتخب الاولمبي حتى الان بالصوره الحقيقيه. النهارده كان بيتمرن، كان موجود المهندس حسن صقر وقعد مع المنتخب الاولمبي وقعد مع المنتخب الاول، وشايف ان كره القدم في مصر زي ما انت قلت في البدايه بتسعدهم طبعا، وهي ما تصورش في الفتره الاخيره كان لها تاثير قد ايه على سعاده الشعب المصري والبسمه اللي انا مش عايز ابقى مبالغ، بس الحقيقه هي ربما تكون البسمه الوحيده لما بنعمل انجازات على شفاه الشعب المصري الحقيقه. فانا شايف يعني احنا اذا كنا مختلفين على هذا الرقم فانا شايف انه حاجه قليل قوي قصاد انك انت ال 80 مليون يتفرجوا بالكامل على منتخب مصر. طب عشان خاطري اعمل واجب يا كابتن سامي. حاضر. عشان خاطري يعني قهوتي اعتبرها قهوتي.